بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا ونحن نتدبر في سورة محمد المباركة، وقد وقفنا عند تلك الآية العظيمة التي جاءت تبين محورية تدبر القرآن في حياة الفرد ومرتكز تدبر القرآن ومرتكز الإيمان على ذلك التدبر، وتلك الصلة العظيمة التي بين حياة القلوب والعقول والأرواح وتجدد الإيمان فيها وحيوية الصدق والعمل لله فيها وبين تدبر هذا الكتاب المبارك. وقفنا عند تلك الآية التي جاءت تبين أن القلوب إذا وضعت عليها الأقفال عميت وصمت، فإذا عميت ما عادت تعرف طريقا لتدبر هذا الكتاب المبارك، فلا تنتفع بمواعظه ولا ترتدع بزواجره ولا تأتمر بأوامره ولا تقدر الله الآمر الناهي حق قدره، وتتخبط في ظلمات الجهل والأهواء والضلال والبعد عن طريق الحق ومواكبة أهل الباطل في باطلهم. فعوضا عن أن تردع تلك النفس بما تزجر به من آيات الكتاب العظيم ويحول ذلك بينها وبين المشي والسير والاسترسال في طريق الباطل، إذا بتلك النفس تزداد غيا على غيها وضلالا على ضلالها، تتقاذفها الأهواء وتتصارع على الاستحواذ عليها الوساوس والإملاءات المختلفة من هنا وهناك، فتعيش في حياة أقرب إلى الموت منها إلى الحياة. ولكنها لما عميت تلك القلوب ما عادت تستشعر بذلك الألم ولا ترى في ذلك الألم تهديدا لوجودها ولا لكيانها ولا لحياتها ولا لبقائها. إذن حياة القلوب والأرواح والعقول في تدبر الكتاب، وموت القلوب والعقول والأرواح في هجر ذلك الكتاب وهجر تدبره وعدم الانتفاع بآياته. وذكرنا فيما ذكرنا أن القرآن العظيم في الآية المباركة قال مستنكرا: أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإذا بالآية العظيمة بعد أن بينت في آيات سابقة السبب الرئيس وراء وضع تلك الأقفال على القلوب، اتباع الأهواء والشهوات والباطل والاسترسال في الباطل والمشي مع أهل الباطل، إذا بالآيات العظيمة بما فيها من تناسب وترابط تلتفت إلى شكل من أشكال تلك الأقفال حين تخيم وتغلق على القلوب والعقول، إذا بالآيات تلتفت إلى الواقع الذي يعيش فيه الناس، واقع يعكس تلك الصورة المشؤومة التي يعيش فيها الإنسان، تتقاذفه الأهواء وتتنازع فيه التأويلات الفاسدة والأقاويل الباطلة من أهل الباطل، فإذا بالقرآن يلقي الضوء على جانب من جوانب تلك الحياة، قال: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأولى وأملى لهم. الإنسان الذي قد وضعت الأقفال على قلبه بذات يده ومن تلقاء نفسه، إنسان متخبط، إنسان متردد، إنسان يرتد على دبره، قال: ارتدوا على أدبارهم. ولكن ارتدوا بعد أي شيء؟ ارتدوا بعد ما تبين لهم الهدى، ويا لها من شقاوة.
أن يوضح الله جل شأنه برحمته وعدله وحكمته الآيات البينات الدلائل والزواجر والأوامر والنواهي، ويبين نور الهدى، ويرى الإنسان نور الهدى بعينه، وإذا به يتنكص ويرتد على أدباره كأنه ما رآه. يا لها من حياة شقية تعيسة. وتدبروا معي في دقة المفردة القرآنية حين يقول جل شأنه من بعد ما تبين له الهدى، تبين، لم يبن فقط، لم يظهر فقط، ولكن تبين بكل الأدلة القاطعة التي لا تدع مجال للتردد أو للشك. ذاك حال المنافق، ذاك حال المتخبط، ذاك حال المتردد، ذاك حال أولئك الذين وصفهم القرآن وكشف سرائرهم وفضح أفاعيلهم وألاعيبهم عندما غلبوا المصلحة العاجلة على المصلحة الباقية، عندما غلبوا الفاني على الباقي، عندما غلبوا الباطل على الحق، عندما كانوا يرون في نهج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ضياعا لمصالحهم الدنيوية الزائفة، فإذا بهم يتنكصون وعن القتال يبتعدون وعن كل أوامر الله جل شأنه التي تأتي خلافا لأهوائهم وأباطيلهم ونزواتهم وشهواتهم، مخالفة لتلك الأهواء، إذا بهم يتنكصون ويرتدون على أدبارهم. تدبروا معي في القرآن كيف يعالج وكيف يقدم صورة الإيمان الناصعة التي تتسق وتتناغم فيها النية الصادقة في القلب والتصديق مع الكلمة التي تقال باللسان مع الفعل الذي ينفذ ويطبق في الواقع. هذا التناغم والاتساق بين عناصر ومكونات الإيمان لا يكون إلا في قلب المؤمن تجدده كلمة التوحيد لا إله إلا الله، تجدده آيات الكتاب حين يتدبر فيها فتنفذ إلى أعماق قلبه، فلا قفل من الأقفال يحول بينها وبين نفاذ النور إليها، لا أقفال لا حسية ولا معنوية ولا نفسية ولا عقلية. وذكرنا فيما ذكرنا في المرة السابقة أن من أشد الموانع التي تحول بين الفكر وبين تدبر الكتاب تلك الموانع القلبية النفسية من غفلة ونفاق ومرض في القلب يتسلل إلى القلب فلا يلتفت إليه الإنسان، يتركه يتنامى يتزايد يتفاقم، فإذا به يستحوذ على ذلك القلب حتى يرين ويران على ذلك القلب ويصاب بالران. هذه القلوب المريضة التي ملئت بالنفاق، حال النفاق بينها وبين وصول آيات الكتاب ومواعظ الكتاب إليها. قال من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ولنا أن نتساءل ما دخل الشيطان في المسألة؟ القلب إذا لم يتغمده الله برحمته وينجيه من وساوس الشياطين ويفتح له أبواب الرحمة بتدبر آيات الكتاب، الشيطان يتسلل إليه شيئا فشيئا. ومن هنا كان الأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم بالله الرحمن الرحيم عند قراءة القرآن والإقبال عليه. أنت حين تقبل على كتاب الله جل شأن تتبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، مستعيذا بجنابه، مستعينا بقوته جل شأنه أن يعيذك، وتدخل في ملجأ تلجأ فيه إلى الله جل شأنه، تحتمي فيه من وساوس الشياطين. ذاك أن الشيطان يدرك تماما أن ما من شيء أنفع للقلب والعقل والروح من تلاوة آيات الكتاب والتدبر فيها، فإذا ما أقبل الإنسان على ذلك الكتاب غار الشيطان بقضه وقضيضه على القلب والفكر والعقل،
وبدأ بجنود الوساوس يتسرب إلى ذلك القلب والعقل، يثنيه عن الاستمرار في التلاوة، يشغل قلبه، يشغل فكره. أما رأيت أنك حين تمسك بكتاب الله عازما على التلاوة والقراءة والتدبر، إذا بك في اللحظات والدقائق الأولى تتذكر ما قد نسيت، تتذكر أشياء غابت عن عقلك وفكرك وحسك على أيام ومدى شهور ربما حتى، يذكرك بكل شيء في حياتك، يذكرك بكل موعد قد غاب عن بالك، وكأن كل مشاغل الدنيا أزفت الساعة تلك الساعة التي تجلس فيها إلى كتاب الله تقرأه وتتدبر فيه، إلا أن تكون حاضرة وإلا أن تنجزها في تلك اللحظات وتلك الدقائق. هذه من وساوس الشيطان. إلا أن المؤمن برحمة الله جل شأنه وبصدقه مع الله وبإلغائه وتجاهله لكل تلك الوساوس واستمراره في تلاوة الكتاب والإقبال عليه، يصارع كل ذلك ويرد كل تلك الوساوس بزيادة التلاوة لكتاب الله والتدبر فيه، طاردا لكل تلك الأقاويل، طاردا لكل تلك الأفكار والوساوس المشوشة، مدركا أن لا نجاة ولا صلاح له إلا في الاستمساك بهذا الكتاب وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. فإذا ما يئس الشيطان من ذلك القلب بدأ يحاول أن يجد طريقة أخرى لذلك الإنسان حتى يحول بينه وبين تطبيق وتنفيذ ما جاء في الكتاب، فتارة يقول له لعل المراد من ذلك غير ما تظن، وأخرى يقول له لأنت لا تفهم الكتاب، وثالثة يقول له لا ليس الآن وقت التنفيذ والتطبيق. وهكذا حال الإنسان في صراعه ومكابدته للشيطان في تلاوته وعلاقته بهذا القرآن العظيم. وما يزال الشيطان يصارع الذين آمنوا في ذلك حتى يظهر الله على قلوبهم وعقولهم وألسنتهم الحق ونور الإيمان ونور الهداية لهذا الكتاب وبهذا الكتاب، فلا شفاء بعيد عن القرآن. إذا وجدت في نفسك كل ذلك عليك بكتاب الله، وإذا ما داهمتك الوساوس والأباطيل والأفكار المزعجة والقلق والمخاوف والأوهام عليك بكتاب الله، أقبل عليه بقلبك وفكرك وعقلك وكلك، ولا تقبل عليه بنصف عقل أو بعقل مشوش أو بفكر شارد في أودية الدنيا ودروبها. من هنا جاء القرآن ليقدم لنا تلك الصورة المناقضة لأولئك المنافقين الذين تبين لهم الهدى، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيهم يتلو آيات الكتاب وهم يسمعون ولا يسمعون، كما قالت الآيات قبلها بقليل، فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، استمعوا لآيات الكتاب وصلت إلى مسامعهم والتقطوها بآذانهم، ولكن القلوب الغافلة والعقول الشاردة أبت إلا ألا تسمع وقد سمعت. إذن تدبروا معي في الربط، هؤلاء الذين لا يعون ما يسمعون من الهدى ومن آيات الكتاب كيف حالهم؟ قال ارتدوا على أدبارهم. وماذا عن الشيطان؟ الشيطان سول لهم وأملى لهم. تدبروا معي في دقة المفردة القرآنية، التسويل فعل يدل على وجود معنى في النفس تريد وتميل النفس إليه، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل في سورة يوسف. فتسويل الشيطان لهؤلاء إنما جاء من قبيل تلك النفوس التي فيها المرض، مرض الانقطاع عن آيات الكتاب، مرض طول الأمل،
مر التصور أن هذه الحياة الدنيا بما فيها من ملذات عاجلة ستستمر ستدوم، وأن الآخرة بعيد كل البعد عنهم. هذا التسويل قال الشيطان سول لهم. كيف تمكن الشيطان أن يسول لهم؟ الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ولكن القوم لما ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى أصبحوا كلأ مباحا لوساوس الشياطين، سول لهم وأملى لهم، والإملاء الإمهال وزرع طول الأمل في قلوبهم وتأخير التوبة وتأجيل العودة. فكلما جاء بالخاطر لواحد منهم أن يا فلان تب إلى الله، استغفر، اذهب إلى رسول الله يستغفر لك، اعلن التوبة، إذا بالشيطان يمهل ويؤخر ويسول، حتى استحوذ الشيطان عليهم كما جاء في آيات أخرى، استحوذ عليهم الشيطان استيلاء وقهرا لقلوبهم الضعيفة المريضة. ولكن هذا الأمر الذي كان من الشيطان إنما كان من تلقاء نفوسهم وقلوبهم المريضة. تدبروا معي في الآية التي جاءت بعدها، وذاك التناسب الفريد في كتاب الله. قال ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. من المنافقين اجتمعوا مع هؤلاء من اليهود الذين كرهوا الحق الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأولئك من زعامات وكفار قريش، جمعهم الباطل وجمعهم الحقد وجمعتهم الضغائن وجمعتهم الدنيا التي كانوا يطلبونها ويعيشون لها ولأجلها وليس لشيء آخر. اجتمعوا معهم، ما الذي جمعهم؟ جمعتهم الدنيا والمصالح الزائفة. قال ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، ذاك التشتت، تلك المناصفات التي كانوا يراهنون عليها، نطيعكم ساعة ونكون معكم ساعة ونذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين ونصلي معهم ساعة، وقالوها صريحة في سور أخرى. كانوا يريدون تلك المناصفات، كانوا يريدون تلك المقاربات، والقرآن يرفض كل أشكال تلك المناصفات وتلك المساومات وتلك المفاوضات البائسة اليائسة. قضية الإيمان لا مفاوضة فيها ولا تفاوض عليها، إما أن يكون الإنسان مؤمن وإما أن لا يكون. أما أن يكون نصف مؤمن فهذا محال لا يكون، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ولكن هؤلاء من المنافقين كانوا يبحثون عن أنصاف الحلول لما قد ركس في قلوبهم من الخشية، يخشون إظهار ما في سرائرهم وما في قلوبهم. وعلى فكرة ذلك القول الذي قالوه للذين كرهوا ما نزل الله إنما قالوه سرا، ما كانوا يجرؤون على المجاهرة بهذا الباطل. هم أمام المؤمنين يعبدون الله ويريدون القتال ويقدمون ويبذلون ويفعلون ما يريد الله ورسوله، ولكن إذا ما انقلبوا من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كما قال في آيات أخرى، إذا رجعوا إلى شياطينهم وإذا راحوا إلى شياطينهم من الإنس، ماذا يفعلون؟ يقولون نستهزئ، إنا كنا نستهزئ، إنما نحن من المستهزئين. إذن يريدون أنصاف الحلول في كل شيء، فإذا بآيات القرآن تكشف خبثهم، وفي ذلك دلالة وزيادة في الإمعان في كشف فضائحهم، وأن الذي نزل هذا القرآن ولو كرهوا الله جل شأنه سبحانه. قال والله يعلم إسرارهم. ويا لها من قاعدة عظيمة يقدمها القرآن في الآية المباركة سنطيعكم في بعض الأمر،
بعض الناس اليوم يقول لك ساعة وساعة أراوح بين هذا وبين ذاك، ساعة أفعل هذا وساعة أطيع ذاك، ساعة أطيع ربي وساعة أطيع شياطين الإنس. أنصاف الحلول، أمراض القلوب من النفاق التي يستحوذ الشيطان على تلك القلوب فيعميها ويصمها ويصم آذانها وأسماعها، فلا تسمع ولا ترى ولا تدرك أن الله جل شأنه لا يقبل بهذه المناصفات، ولا يقبل بأن يؤمن الإنسان ولا يؤمن، ويطيع الله ولا يطيع، ويريد الحق ويريد الباطل. كل هذه المتناقضات لا يمكن أن تجتمع مع بعضها البعض، الحق لا يمكن أن يجتمع مع الباطل، والغش والخداع والحقد لا يمكن أن يجتمع مع الصدق والإيمان والخير والعطاء. هذه المتضادات المتناقضات في حياة الإنسان تقتله، تقضي عليه. ولذلك كفى بالنفاق داء ومرضا أنه يقضي على صاحبه. كيف يقضي على صاحبه؟ بذاك التشتت، بذاك التردد، بذاك التنازع، بذاك التمزق، تيار يأخذه إلى هنا وتيار يجره إلى هناك، هذا التمزق الحقيقي. ويا لها من حياة بائسة يعيشها الإنسان حين يتمزق بين أرباب متفرقين، بينما التوحيد يجعل الإنسان المؤمن محررا من كل أحد، من الخضوع لكل أمر إلا أمر الواحد الأحد، فيهدأ ويسكن وتطمئن روحه بالطمأنينة بنور الإيمان والخضوع والاحتكام والانقياد لأمر الله جل شأنه. سنطيعكم في بعض الأمر. تدبر معي في الربط، قال والله يعلم إسرارهم، حتى نعلم وندرك أن العمل ما يعظمه عند الله جل شأنه السر الذي يكون وراءه، النية التي تكون وراء ذلك العمل. فأقبل على القلب أصلح نية وصدقا قبل أن تقدم على عمل ما، أي عمل من الأعمال لا بد من تنقية السر فيه. قال والله يعلم إسرارهم، أما وأن الله يعلم السر وأخفى، فعليك بالسر. كيف يطهر وينقى السر؟ لا شيء يطهر وينقى السر كآيات الكتاب العظيم القرآن. القرآن كلما ازددت تعلقا به وإقبالا عليه نقى الله به سريرتك، وخلص به وصفى به عزيمتك، وقوى به تلك العزيمة، وجعلك تقبل على الطاعات وتستشعر بلذتها وطعمها. ولذلك المؤمن تخف عليه الطاعة ولا تثقل عليه، والمنافق يتكاسل يتثاقل حين يقوم إلى الطاعة كأنها جبل. ما الذي جعل تلك الطاعة ثقيلة على المنافقين؟ السر، السر الفاسد، السر الخرب، السر الذي ما عرف كيف يعمر بآيات الكتاب ونور الهدى. وإذا بالآيات العظيمة كعادة القرآن تختصر المسافات وتنتهي من قضية الحياة طولها على قصرها لا إشكال. قال فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هؤلاء الذين يركضون ويجرون ويلهثون اليوم وراء كفار قريش وزعامات يهود ويريدون إرضاء هذا وإرضاء ذاك لأجل المصالح الدنيوية، لأجل نيل النفوذ والرضا من هذا وذاك، ونسوا أن الله الذي خلقهم هو الواحد الأحد الذي يستحق أن يلجأ إليه بالرضا سبحانه ويخضع لأمره. غابت عن قلوبهم وعقولهم تلك الفكرة، ما صدقوا بها، وسرعان ما التفت الأيام وتداركتهم أيام العمر وساعات الحياة التي انقضت،
وإذا بهم يقفون ذلك الموقف الذي لن يحيد عنه إنسان، لا مؤمن ولا كافر ولا منافق ولا مصدق ولا مكذب، كلهم لاقيه. توفتهم الملائكة، فارق شاسع بين أولئك الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يبشرونهم بالروح والريحان ورب راض عنهم غير غضبان، وبين أولئك الذين تتلقاهم الملائكة بالضرب على الوجوه والأدبار. ولنا أن نتساءل، لماذا جاء في الكتاب الله في السورة المباركة في هذا الموقف يضربون وجوههم وأدبارهم؟ هؤلاء كانوا يريدون العزة، عزة الدنيا. هم لماذا كانوا يجارون أهل الباطل في باطلهم؟ لماذا كانوا يصدقون كفار وزعماء قريش على باطلهم وهم يعلمون أن الحق والهدى فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا زهدوا في الحق؟ لماذا باعوا الحق واشتروا الضلال؟ لماذا تركوا سبيل الهدى واتخذوا سبيل الغي وطريق الغي هاديا لهم؟ لماذا ارتدوا على أدبارهم؟ لماذا نكصوا على أعقابهم؟ الدنيا واتباع الهوى، القرآن ذكرها في أكثر من موضع في سورة محمد، اتبعوا أهواءهم، تلك الأهواء التي تجعل الإنسان تختلط عليه الحقائق، يجري ويحرص أشد الحرص على الشيء الذي فيه هلاكه وبؤسه وشقاؤه وإهانته، ويتوهم أن ذلك الشيء الذي فيه معصية لخالقه جل شأنه وطاعة لأولئك من أصحاب النفوذ والسلطان والقوة، فيه الخير له والعزة والمكانة والجاه والمنصب. ما قدروا الله حق قدره، قال يضربون وجوههم وأدبارهم. لماذا استعمل مفردة الضرب في سياق الإهانة، في سياق الإذلال؟ أنتم كنتم تبتغون العزة ولكنكم ما عرفتم سبيلها الحقيقي، ما أدركتم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. كنتم تتوهمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من الأصحاب ممن ليس لهم من متاع الدنيا الكثير، كنتم تتوهمون أنهم ليسوا بالأعزة، وأن الأعزة على وجه الحقيقة في منطقكم ومفهومكم وحساباتكم الجائرة ومقاييسكم الباطلة الزائفة. هم أولئك زعمات وكفار قريش، فبئس ما كان لكم من مقاييس. وتدبروا في الربط، قال أصمهم وأعمى أبصارهم في الآيات التي قبلها، فكيف لك أن تتخيل أن إنسان لا يسمع ولا يبصر أنى له أن يرى الحق؟ أنى له أن تكون أحكامه منضبطة أو عادلة أو صحيحة؟ اختلت المقاييس، فكانوا يرون أن العزة في اتباع هؤلاء وأن الذلة والفقر في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام. ولذلك القرآن روى وحكى عنهم وعلى لسانهم كانوا يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه. كانوا يعتقدون أن ما يأمر الله به من الجهاد والقتال وصد الباطل وإيقاف أهله عند حدهم وفسادهم ومحاربة الفساد بكل أشكاله وصوره وصيانة الأرحام، الرحمة العامة، رحم الإنسانية ورحم الإيمان ورحم القرابة، كانوا يرون في كل ذلك ترهات، فبئس ما كانوا يظنون. كانوا يظنون أن تلك المشاريع مشاريع خاسرة كاسدة لا قيمة لها، مقاييس ضالة. هذه المقاييس الضالة أين وصلت بهم؟ توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وتدبروا معي في القرآن كيف يحلل وكيف يشخص وكيف يصف لك الداء ويقدم لك معه الدواء.
قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. تدبر معي في دقة المفرد القرآني، اتبعوا سورة محمد العظيم صلى الله عليه وسلم، من أكثر المفردات التي جاءت فيها مفردة الاتباع. ذاك أن محور السورة كما ذكرنا ونذكر اتباع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة ليست مجرد أنك تدعي محبته، ولكن أن تتمسك بمنهجه. ولو كنت تواجه عشرات مئات التحديات والظروف الصعبة، هذا هو السؤال، هذا هو الاختبار، هذا هو الامتحان. أما هؤلاء قال اتبعوا ما أسخط الله. يا له من اتباع. وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. أسوأ ما يمكن أن يحدث لإنسان على وجه الأرض أن يرضي الناس بسخط الله جل شأنه. أسوأ شيء يحدث لبشر أن تتبع ما يسخط الله سبحانه وتعالى. ترى لماذا؟ تدبر معي في اللفظة أسخط الله. يا لها من جريمة بشعة، ويا لها من عقوبة شنيعة لا تساويها عقوبة في الدنيا، ولا يساويها بؤس ولا شقاء على الإطلاق في الدنيا. ما قيمة أن ترضي هذا وذاك وقد أسخطت الرب الذي بيده كل شيء؟ حياتك بيده، أجلك بيده، رزقك بيده، مالك بيده، أولادك بيده، كل شيء تريده بيده. فأنى لعاقل أن ينصرف عمن بيده كل شيء لمن ليس بيده شيء؟ أنى لعاقل أن يقبل بذلك؟ أنى لعاقل أن يشتري رضا الناس بسخط الله سبحانه وتعالى؟ أنى لعاقل أن يفعل ذلك؟ انظر إلى من أسخطت. أنت حين تجري وراء رضا هذا وذاك، انظر إلى حجمه الطبيعي، زنه بالميزان الذي وضعه هذا القرآن العظيم. أنت تموت وهو يموت، أنت تمرض وهو يمرض، أنت تحتاج وهو يحتاج، فما بالك تلهف وراءه وتستجدي رضاه؟ مما يؤسف له في واقعنا الذي نعيش فيه أنك ترى كيف أن الكثير من الناس اليوم يركض ويجري وراء إرضاء فلان من الناس وفلان من الناس وفلان من الناس، ويتوهم أن سعادته ورزقه وماله بيد فلان من الناس. لبئس ما يزعمون. هؤلاء لا يملكون لك شيئا. صحح إيمانك، جدد التوحيد في قلبك. من هنا نفهم معنى محورية قوله جل شأنه فاعلم أنه لا إله إلا الله. جدد الإيمان، جدد التوحيد، كلمة التوحيد العظيمة التي تسقط كل الأصنام من قلبك، تسقط كل الأصنام المتهاوية والصور المزيفة من حولك، تريك الحقيقة كما هي. انتبه لمن تسخط. قال وكرهوا رضوانه. أعظم ما يمكن أن يناله العبد رضوان الله جل شأنه. نحن ذكرنا في دورة سابقة في شهر رمضان، قلنا أن الرضا والرضوان أعلى حتى من نعيم الجنان. أعلى نعيم في الجنة هو الرضا والرضوان. رضي الله عنهم ورضوا عنه في تلك الدورة التي تكلمنا عن رضي الله عنهم ورضوا عنه. أعظم شيء أنك تنال رضا الله سبحانه وتعالى، فكيف يكره العاقل رضوانه جل شأنه؟ تدبر معي في دقة المفردة، ما الذي يرضيه سبحانه وتعالى؟ أن تطيعه. أطيع الله وأطيع الرسول، أن تؤمن به، أن توحده، أن لا تبتغي بعمل تقوم به ولا بكلمة تقولها إلا ما يرضيه، ابتغاء وجه الله. أن تدرك تماما في حياتك وفي نفسك وفي عقلك وفي مجتمعك أن لا إله إلا الله،
فتسعى إلى رضاه ولو كان ذلك بسخط الناس. لا يهمك من أسخط، ولكن يهمك أن الله جل شأنه قد رضي عن كلمة تقولها أو نية صادقة بيتها أو فعل قمت به. كم مرة حرصت على أن ترضي الله ولا أحد إلا الله جل شأنه؟ بعض الناس اليوم يخشى أن يقول كلمة الحق فإذا به ينتكس فيقول شهادة الزور لأجل أن يرضي فلانا من البشر وفلانا من البشر. بئست بها من تجارة، ترضي من وتسخط من؟ ألا تعي من أسخط؟ ألا تعي من ذاك الذي قد أسخطته؟ ما قيمة أن يرضى عنك كل الناس ويرسمون لك الجداريات ويضعون لك كذلك كل نصب تذكاري يثنون به عليك وعلى ذكراك، ولكنك قد بئت بسخط الله والعياذ بالله. ما قيمة كل هذا؟ ما قيمة كل هذا؟ تدبروا معي في القرآن كيف يعالج، كيف يبني، كيف يؤسس، كيف ينفض عن القلوب كل أشكال الاتباع للباطل إلا اتباع الحق الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نفهم أن مسألة الاتباع لمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه لها خطوات، لها مقتضيات، هذه تزيد وتنقص. يزيد اتباعك للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كلما تمكن التوحيد في قلبك وصفى وصدق وعز بالطاعة، ويخفت على عكس ذلك. قال وكرهوا رضوانه، ماذا كانت النتيجة؟ قال فأحبط أعمالهم. يا لها من عقوبة دامغة، ما بعدها عقوبة. تخيل أن يأتي الإنسان يوم القيامة بأعمال كبيرة كالجبال. بعض المنافقين كانوا يبنون مساجد، بنوا المسجد الضرار، أنفقوا فيه الأموال، زينوا وزخرفوا، وكان من حيث البناء والمعمار المادي أعلى من المسجد البسيط المتواضع الذي بناه المؤمنون، والفارق شاسع بينهما، مسجد الضرار. قال عنه الله جل شأنه لا تقم فيه أبدا، وذلك البناء المتواضع قال فيه لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه. تدبروا معي في القرآن ما يعلي شأنك عند الله جل شأنه: إيمانك، صدقك، تقواك، وما يرفع العمل ويزكيه ويجعله مقبولا الصدق والتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة. فأحبط أعمالهم، ممكن أن يأتوا بأعمال عظيمة، ولكن ما قيمة تلك الأعمال العظيمة؟ وقد اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. تدبر معي في مفتاح قبول العمل. مفتاح قبول العمل أن تتبع ما يرضي الله جل شأنه وتحب رضوانه، ومفتاح إحباط العمل ونهاية العمل أن يكره العبد رضوان الله جل شأنه ويتبع ما أسخط الله من مناهج فاسدة وتأويلات منحرفة وأباطيل كاذبة، ويطبل ويسفق ويزمر لأهل الباطل في باطلهم. أنت ممكن واحدة من التحديات التي تعرض لك أن تمشي في طريق، ولكنك وأنت تمشي في ذلك الطريق تكون لوحدك، ليس معك أحد، فقد زهد الناس في الحق، ممكن زهدوا في الصدق، زهدوا في الصدق وباتوا يرون أن الصدق ممكن أن يوقعهم في المآزق والمواقف المحرجة، وأن الكذب والخداع والغرور والزيف والباطل ممكن أن ينقذهم من مواقف محرجة كثيرة. اتبعوا ما أسخط الله. ما الذي يهون عليك المسير؟
ما الذي يهون عليك الشديد الصعب؟ ما في قلبك من الإيمان؟ تدبروا معي. من هنا قال جل شأنه: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ هل يظن هؤلاء أصحاب القلوب المريضة أن الله سبحانه القادر على أن يكشف خباياهم ونواياهم الخبيثة ليس بمخرج أضغانهم؟ كانوا يعيشون في وسط المؤمنين، كانوا يمسون ويصبحون بين ظهراني المؤمنين المسلمين في المجتمع المسلم، يصلون معهم، يقومون معهم، يدفعون أحيانا حتى الزكاة معهم، يبذلون من أموالهم. ولكن ليست المسألة أن تكون مع المؤمنين بجسدك، ولكن القلب غابت عنه كل معاني الإيمان. الحق يتطلب منك أن تكون مع الإيمان قلبا وقالبا، جسدا وروحا وفكرا، أن تحب الحق وتدعو إليه، أن تحب الحق الذي تؤمن به. فارق شاسع، فارق شاسع أن تبذل وتقدم وتعطي بيدك ولكن قلبك ليس مع الحق. تدبروا معي كيف يعالج القرآن العظيم أصحاب القلوب المريضة، كيف يعالج المرض. لا شيء يشفي ذلك المرض إلا القرآن العظيم، آيات الكتاب، ولكن متى؟ حين تزال وتسقط عنها الأقفال، حين يقبل ذلك الإنسان مستعينا بالله جل شأنه أن يشفيه من ذلك المرض، طالبا مستعينا بالله أن يدفع عنه ذلك المرض، مرض القلب. أما رأيت الناس كيف يدعون ويستغيثون بالله جل شأنه ليكشف عنهم أمراض الأبدان؟ فكيف بك بأمراض القلوب والعقول والأسماع والأبصار؟ ألا فهل من مستغيث يدعو ويستغيث فيغاث برفع هذا البلاء عن الأسماع والأبصار والقلوب والعقول فتعود إلى صدقها وإيمانها مع الله جل شأنه؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ لماذا القرآن يكشف هذه القضايا؟ حتى يوضح للمؤمنين أنك حين تتعامل كذلك مع أهل النفاق وأصحاب القلوب المريضة لا تخشى شيئا، الله يعلمهم. ولو يريد الله سبحانه أن يكشف أسماءهم وأسرارهم وخفاياهم فسيفعل سبحانه، ولكن كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة، كل شيء عنده بحكمة. ووجود النفاق وأصحاب القلوب المريضة في المجتمعات وفي المؤسسات وفي الأسر أحيانا، في أجهزة الأعلام أحيانا أخرى، في مختلف المؤسسات النفاق موجود في كل مكان، ليس لأننا نريد أن نكون متشائمين أو نصور الدنيا على أنها هكذا سوداء أبدا، ولكن هذه أشياء واقعية. القرآن يعلمنا ويحدثنا عن واقع، الواقع أن النفاق موجود. ليست الإشكالية في وجود النفاق والمرض ولا في وجود أصحاب القلوب المريضة، المهم كيف نتعامل مع أصحاب القلوب المريضة، وكيف نتعامل مع المرض، وكيف نحاصر ذلك المرض فلا نجعل سوءات تلك المرض وتلك الأمراض تمتد إلى عقولنا وقلوبنا وسلوكنا فتغيرها. من أخطر الأشياء التي يمكن أن تحصل أن يتأثر الإنسان ويضعف أمام تحديات النفاق، فينظر إلى حال هؤلاء ويقول: لو أنا كنت كذلك منافق وأقول ما يرضي الناس وأبتعد عن الصراحة والصدق وقول كلمة الحق لا أصبح حالي أفضل من حالي الآن، لبئس بها من كلمة. أي حال ذاك الذي تتكلم عنه؟ أي أسف وأي ندم تبديه على كلمة حق قلتها
وكلمة صدق، لعل الله قد رفع بها شأنك في عليين وكتبك فيها من الصديقين. أي حال بائس أنت تتباكى عليه؟ تدبروا معي في الموازين حين تقلب، هذا هنا الخطورة. ولكن ليس وجود النفاق هو الخطورة في حد ذاته، لأن هذا من طبيعة الأشياء، المفروض أن لا يكون، ولكن الواقع ليس مثاليا، هذا موجود، كيف تتعامل معه؟ وكيف تجعل أثر ذلك النفاق لا يمتد إلى قلبك ولا يؤثر على قراراتك ولا يغير من سجيتك ولا يغير من طبيعتك ولا يبدل من إيمانك ولا يزعزع ثقتك بالله جل شأنه ولا يغير عليك صدقا ولا يبدل عليك نعمة الإيمان والتمسك بالحق ونصرة أهله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.